إذن الحديث مشاهدينا الكرام عن اعتراف الرئيس السابق برهم صالح بأن النظام الحالي في البلاد انتهى ويجب تغييره. نرحب مشاهدينا الكرام عبر سكايب من بغداد بضيفنا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بكم دكتور قحطان معنا. حياك الله وبياك وحيا القناة ومشاهدينا الكرام. أهلا بكم. نرحب أيضا كذلك بضيفنا عبر سكايب أيضا من أربيل الباحث و المحلل السياسي سيد كاظم مياور. مرحبا بكم سيد كاظم. مرحبا بكم حياكم الله. أهلا وسهلا وحياك. إذن دكتور قحطان، يعني كيف تقرأ بدءا هذه الاعترافات من برهم صالح وفي مجلة أمريكية شهيرة وهو يتحدث عن النظام السياسي وطبيعته وظروفه وفي هذا التوقيت؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز وبالضيف الكريم. حياك الله. هذه للأسف هي حقيقة، وقول هذا برهم صالح أو سواه كمالكي أو غيره من أن العملية السياسية فاشلة وأطرافها فاشلون، هذا كلام لا ينفع شيء ولا تحيل، لا تحيل ندم. حقيقة الأمر هذا كله يؤكد على أن هم فاشلون فاشدون، ويحاولون بشكل أو بآخر وكأنما يذهبون بالسبب إلى جهات أخرى غيرهم الذين أساس الفساد. واحد، اثنين، وقد يرى البعض أنه عبارة عن عملية القفز من المركب الغارق ساعة قبل، وكأنه انتبه إلى الخطأ قبل أن يكون الطامة الكبرى على العملية السياسية وشخصها. وللأسف الشديد نقول هذا لا يقدم شيء إلى آخر، ولكن الحقيقة نعم تقول أن العراق أسوأ إلى أسوأ، والمثقفون العراقيون الواعون قالوا هذا من قبل 20 عاما عندما ذهب برهم صالح للاستفتاء إلى استقلال منطقة شمالية وتمزيق العراق وأدار البلد بإدارة سيئة قدرة، وهذا يؤكد على أن هذه المجاميع جاءت مع معتل وذهبت باتجاه الخطأ. وهنا الآن نقول يا عراقيون هذا دوركم الآن بعد أن تبينت الأمور وتبينت الحقائق. من هنا أستاذ كاظم نرحب بك مجددا مرة أخرى. يعني ما قال برهم صالح في فورن بوليسي، أهو اعتراف مرير أم تشخيص للنظام السياسي وعلله المزمنة؟ وما فائدة هذا التصريح الآن كما ذكر قبل قليل دكتور قحطان؟ شكرا على الاستضافة، تحياتي لكم ولسادة مشاهديكم الكرام، كما أحيي الدكتور هيثم في هذه الحلقة المباركة معنا. طبعا بالنسبة لهذه الاعترافات أو بيانات صادرة من السيد برهم صالح لا تعتبر هي المرة الأولى، بل في عدة مناسبات نشر أو كتب أو بين هذه التصريحات، سواء كانت في الرئاسة أو ما بعد اليوم ما بعد انتهاء ولايته. وكذلك هناك سياسيون آخرون كسيد هادي العامري في 2019 كذلك أقر واعترف بفشل النظام السياسي الحالي. وهناك تفاصيل أخرى في هذا الموضوع، ولكن لا ندخل في هذه التفاصيل، لابد أن نذهب إلى يعني إلى جذور هذه المشكلة أو توصيفات الحقيقية التي يقوم بها على العملية السياسية في العراق، حيث أن أي عملية سياسية في العالم في دول العالم إما تستند إلى ثورة شعبية أو إلى ديمقراطية شعبية أو إلى وراثة في الحكم، وهذه الحالات الثلاثة لا توجد ما بعد 2003 في العراق، حيث أن النظام العراقي لم تستند إلى شيء من هذه الأمور التي ذكرتها، بل استندت إلى حالة عجيبة غريبة هي يعني تواجد القوات الأمريكية في العراق، ثم الأمريكان بدأوا يسندون هذا النظام إلى دستور العراقي، ودستور العراقي من خلال يعني عملية السياسية التي لم تقر أو لم تعترف بكامل الدستور العراقي بدأ تبتعد شيئا فشيئا عن الدستور العراقي، وأصبح هناك انسدادات دستورية وانسدادات سياسية، فبدأ الحال بالسياسيين أنفسهم
الذين أقروا الدستور وكتبوا الدستور بأن هم من يطالبون بتغيير النظام الحالي، ولكن هذه التغيير لابد أن نقف في هذه المسألة، هل أنها تأتي باعتراف كامل وشامل أن من قادوا العملية السياسية يريدون يعني ابتعاد عن العملية السياسية ويفسحون المجال للشعب العراقي أن يقوم بإدارة نفسه بنفسه بعملية ونظام سياسي جديد يتبناه الشعب العراقي بنفسه بانتخابات حقيقية ويعني تعبر عن تطلعات الشعب العراقي بعيدا عن هذه الأجندات وإرادات سياسية الغريبة على العراق والشعب العراقي. هنا مكمل السؤال يعني. نعم، إذا دكتور قحطان كما تفضل دكتور كاظم، هل بحديث السيد برهم صالح أن هذا النظام يعني أصبح الآن منتهي الصلاحية، وكأنما هو لا يريد أن يعترف بأن النظام كان منذ البدء منذ عام 2003 عندما جاءت بهم، وهو منهم سيد برهم صالح من أسس هذا النظام، هو غير صالح منذ بدئه، وكأن السيد برهم صالح لا يريد أن يعترف بذلك، وقد قال أنها يعني صلاحيته انتهت الآن. وأيضا أستاذ كاظم قبل قليل قال بأنه ما الغرض يعني من هذا التصريح؟ هل يريد أن يقول بأنه العملية السياسية يجب أن تتنحى ليحكم الشعب بنفسه، أم تبقى ومع تغيير وجوه؟ لا أعتقد أنه يسعى إلى تغيير الشخوص القائمة على العملية السياسية نهائيا، وهو إذا ما ذهب إلى أن العملية السياسية خاطئة أو فاشلة أو منتهية، وكأنه حسب تفكيره يحاكي رغبات التغيير العالمية، وبالتالي يذهب باتجاه التغيير إلى إحداث تغييرات في العملية السياسية مع شكلية، مع بقائهم هم في السلطة وبقاء امتيازاتهم وبقاء قدراتهم على إزاحة أي منافس حقيقي لهم يسعى إلى شدة التصدي لإدارة البلد. المشكلة تكمن أنهم رغم هذا الذي يحملونه من دلالات على أنهم اعترفوا بالفساد، ليس لديهم من الشجاعة أن يقولوا نحن الفاسدون، نحن الذين أسسنا هذه العملية السياسية ونحن الذي عملنا بها ونحن الذي سرقنا وفسدنا، وأقل شخصية الآن في العملية السياسية يملك مليارات وملايين الدولارات على حساب المواطن العراقي، وربما أن بعض الأشخاص يرون أن العملية السياسية كما يرى بعض الأحزاب المتطرفة الكردية أنها فاشلة، أنه لم تأتي بما مخيلة الأحزاب الكردية الذهاب باتجاه انفصال أو ذهب باتجاه توسيع رقعة جغرافية لما يسمى المنطقة الكردية وإنهاء المواضيع المتنازع عليها لصالحهم، وكذلك احتمال المجامع الشيعية لم ترى أن الوضع قد ذهب بحكم كامل يحتكم عقائديا وسلوكيا بالفقه الشيعي، ذلك حين يقولون نحن لا نحكم، رغم أنه حزب الدعوة هو الذي يدير شؤون الدولة للأسف الشديد خلال 20 سنة، يقول شاركنا في ذلك ما يسمى السنة والأكراد، وهو يسعى إلى أن يجعل سيورة قادمة أن تكون للشيعة شيء معين وللكرد شيء معين وللسنة شيء معين وعدد الله من هذه المسميات. إذن هم يريدون أن يؤكدوا على أن الخلل ليس فيهم ولكن في آلية العملية السياسية، فصححوها لكي هم يقومون بالعمل مرة ثانية ليشتروا ذاتهم بنفسهم. ودل على ذلك أن برهم صالح وجماعته أقروا سانت ليو اللي هو قرار أساسا أتى بهم وسيء الصيد، والشعب خرج برمته لإنهاء سانت ليو المعدل. إذن هذه مغالطة، وهذه يحاكي الغرب أكثر ما هو حقيقة لعملية التغيير. لذلك نقول أنا في رأيي الشخصي أي من أعضاء العملية السياسية جميعا دون استثناء إذا قال لي هذا دجلة وهذا فرات أقول له كاذب غير صادق. لماذا؟ لأنني أعرف أن حق المعرف أنه منافق، والمنافق لن يقول كلمة الحق وإن كانت الكلمة كلمة تخرج من أفواههم تماثل الحق إلى حد معين. إذن أخي العزيز هذه إحدى الألاعيب التي ينفض التراب والغبار عنه ويحاول أن يكون جزء من سيارة قادمة ويغازل الخارج، ولكن الواقع الحالي هم لا يفكروا قيد أنملة
لا بإنقاذ العراق من التبعية الخارجية ولا من إنهاء التفكير لتقسيم العراق على مسميات مذهبية طائفية عرقية، ولا بسرقة العراق وتدميره وإنهاء فاعليته. ودل على ذلك أن العراق كما يقال وكما هو معروف هو أسوأ بلد بالعالم، والذي لا يملك أن يهش الذباب عن أنفه للأسف الشديد. من هنا أستاذ كاظم، سواء أكان برهم صالح أم غيره، هل من الممكن لبعض القوى السياسية التي تنتقد هذا النظام الذي أتى منذ عام 2003 وحتى الآن، هل ممكن لها أن تقدم رؤية إصلاحية جديدة للتغيير بحسب رأيك؟ طبعا رؤية إصلاحية، نحن كعراقيين جربنا هذه كثيرا، ما كان القوى السياسية يعني يطرحون بعض الرؤية للعراق، خاصة في بدايات العملية السياسية عندما كان هنا ائتلاف الشيعي، إذا صح التعبير ائتلاف الوطني كان يسمى، طرحوا يعني أقاليم، تقسيم العراق إلى أقاليم كبيرة، وسط وجنوب وإلى آخره، كانت هذه من ضمن الأطروحات للتغيير في النظام السياسي. سرعان ما انتهى هذه الأطروحات إلى لا شيء، وبدأ الجميع يتمسك بالسلطة ويطرحون بعض الجزئيات لا يعني تتقوى أو ليست ضمن طموح الشعب العراقي، من حيث يعني استجابة الشعبية مع متطلبات تغيير النظام في العراق، فباتت هذه الرؤى كلها يعني فاشلة في العراق. فإذا بالمحصلة النهائية الشعب العراقي يريد مع التغيير، يبحث عن التغيير، ولكن أي تغيير؟ التغيير الذي لابد أن يكون هناك تغيير حقيقي، الشعب هو يرسم هذا التغيير بنفسه دون فرض عليه أجندات خارجية أو أجندات حزبية أو كتلوية أو شخصية، منافع شخصية لربما هذا التغيير فيه مكر وألاعيب على الشعب العراقي، من حيث تصفير يعني مسؤوليات التي الآن على عاتق القوى السياسية، من حيث هدر بالمال العام للشعب العراقي بمليارات الدولارات، والبنى التحتية العراقية متهالكة. فإذا التغيير لابد منه، ولكن يبقى المسؤوليات تقع على عاتق الكتل السياسية، لا أن نذهب إلى التغيير ونصفر كل شيء ونأتي بنفس الشخوص ونفس الأحزاب يحكمون مرة أخرى بنظام سياسي جديد، وهم ليس عليهم أي شائبة ولم يتحملوا أي وزر 20 سنة مضت. لا، ليس هذا هو التغيير الصحيح المناسب الذي يريده الشعب العراقي. الشعب العراقي يريد تغييرا نحو إصلاح شامل في العملية السياسية، مع ضمان بقاء المسؤولية كاملة على من أدار البلاد خلال 20 سنة مضت. ايضا هو دكتور قحطان، حتى يعني لسان حال البرهم صالح صراحة قالها، قال انه ينظرون باحتقار الى هذا النظام السياسي وقد فقدوا الثقة تماما، فهو من حيث يدري او لا يدري هو قال انه العراقيين لا يمكن ان يثقوا مستقبلا بهذه الشخوص. ما الذي جعل العراقيين كما يقول برهم صالح يفقدوا الثقة تماما بهذا النظام السياسي ويحتقرونه كما وصف؟ بالتأكيد أخي، الحال الذي وصل العراق ووصل أبناء العراق من معروفة، غياب كل الخدمات، لا صناعة لا زراعة لا تجارة، التعليم متدني بعد ما كان العراق مصدر الشعاع للتعليم في المنطقة، الصحة متدنية إلى أدنى مستوى بعد ما كان العراق واحد من الدول التي تقصد للعلاج، السياحة صفر، كل خدمات صفر، والقتل اليومي. وحقيقة الأمر الشعب العراقي فقد الأمل في غد، لا شاب يستطيع أن يتزوج حقيقة، ولا شاب يستطيع أن يحسب لحساب المستقبل لعدم وجود أي مصدر رزق له منطقي. كل هذا يجعل الحياة مظلمة، والسبب الأساسي لهذه الحالة السيئة هي العملية السياسية القائمة.
وبالتالي برهم صالح إذا ما ذهب باتجاه ظهور التغيير، فالتغيير لا فقط يقصد أو يقتصر على تغيير حتى الآليات والشقوص، لا، محاسبة الجهات التي أسهمت بشكل مقصود على دمار العراق وبرهم صالح وغيره، وهذا العامر الذي قال بالأمس أننا أخطأنا، أو حتى المالكي الذي قال نحن أخطأنا ولحق لنا أن نعود مرة ثانية إلى الكرسي، وهو جاهد وقاتل لأن يبقى ويعود هو وزمرته إلى الكرسي مرة ثانية. هؤلاء كذابون ليس لهم مصداقية بالمرة، وذلك نقول العراقيون أدركوا أن مأساة اليوم في العراق وضياع مستقبل العراق هو بسبب هذه العملية السياسية. لذلك نحن الشعب العراقي مقتنع بالتغيير، والذي ذهب إلى انجرف عملية سياسية باسم الثوار وباسم تشرين وباسم العراقيين لم يكونوا حقا هم يعبرون عن تشرين النهائي، وتشرين عندهم ضراء، ولكنهم جزء من عملية سياسية اشتروا نفسهم بهذه الوجوه وسرقوا الثوار والثورة والتضحيات. قلت لك والدليل أن لا أحد سأل قتلة المتظاهرين ولا أحد تابع المغيبين، بل عادوا إلى ذات الآليات الإدارية الانتخابية بما في سانت ليغو والانتخابات في مناطق كاملة وليس مناطق مختلفة، كلها عادوها كما يشتهون وكما كان في السابق. إذن أنا أرى حق اليقين أن هذه المجاميع إن قالت تغيير فهي تكذب، وهي جزء من اعتراف بالخطأ الشكلي، ولكن الذي يسعى إلى أن ينساق مع التغيير بشكل أو بآخر لكي يجد لنفسه مكانا. وأنا أعتقد وجازم أن برهم صالح قد ينافس على عملية سياسية هو وحزبه في الانتخابات القادمة. فإذا هذه الأقاويل لا تخدع إلا صاحبها، والمجتمع الدولي ما اقتنع تماما بهذه الحالة، ولكن للأسف الشديد المجتمع الدولي لا يعنى بالعراق حق العناية بقدر ما يعني مصالحه، ومصالحه تتوافق مع القوى السياسية الحاكمة بدمار العراق ونهب ثرواته، ولعل إعطاء النفط العراقي إلى أمريكا لتسعين سنة بنصف السعر، وإعطاء المنطقة الشمالية حر ببيع النفط كما تشتهي، والعقود العسكرية الخاصة بها كما تشتهي، هذه أدوات لدمار بلد وليس لإنصاف وتحسين حال بلد. إذا أعتقد أن هذه المجاميع تقول ما تقول، ولكنها في الحقيقة تسعى إلى تكبير ذاتها، ويبقى التغيير كما قال أستاذي وعزيزي الضيف كاظم يجب أن يكون على الشعب العراقي، وتغيير شامل يشمل عملية سياسية برمتها بشخصيتها بآلياتها بتشريعاتها. أيضا أستاذ كاظم، البرهم صالح أشار إلى أن أطرافا حكومية تهيمن على الدولة وجعلتها ضعيفة ومقيدة، وواضح هو يقصد الميليشيات والأحزاب وأذرعها، كل الأحزاب تقريبا لديها ميليشيات تحكم. ماذا وراء هذا التصريح، وكيف يمكن دحض فرية لنقول أن التغيير يمكن أن يؤدي إلى فوضى أو اقتتال داخلي؟ طبعا لو تمعنا في مقال دكتور برهم صالح جيدا وقرأناها بشكل تفصيلي، هو يعني من خلال كلامه لا يريد بالتغيير كما هو مثل ما جاء في عنوان أنه يكون هناك تغيير شامل في العراق، يبتعد الكتل السياسية الحاكمة للعراق هو وكتل أخرى. يعني هذا الشيء غير وارد عندما نتمعن في تفاصيل المقال. لربما هو في مقاله قال أن يدعو العراقيين وكتل سياسية إلى دعم حكومة السيد السوداني ودعم منهاج الحكومي وكذلك تفاصيل الأخرى. إذن التغيير المقصود به لربما كما ذكرت مجرد يعني عبارة عن خروج من هذه الأزمة التي تخنق الكتل السياسية الحالية، وتفقد يعني مناصبها وتفقد امتيازاتها، لأننا ذاهبون إلى يعني طريق مسدود بصريح العبارة، خاصة عندما اليوم نرى يعني الذين يبتعدون عن الانتخابات وعن العملية السياسية هم الكتلة الكبيرة، 80 من الشعب العراقي بالمئة هم لا يشاركون في الانتخابات، والآن دخل
تيار الصدري إلى قائمة المنعزلون. نعم. فمن بقي مع يعني مع الانتخابات أو مع الكتل السياسية الحالية لم يبقى إلا أيضاً. القليل، وهذا القليل لا ينتج نعم. ما يريده جميع الكتل السياسية. نعم. لو كان ينتج ما يريده جميع الكتل السياسية لبقي سيد برهم صالح لولاية ثانية، نعم. ولكن يعني إقصاء ما بين الكتل من السياسية هنا بدأ. أستاذ كاظم أعتذر المقاطعة، في آخر دقيقة ونصف معك يا دكتور قحطان، من هنا هذا التغيير يبدو أنه أصبح يعني بهذه التصريحات أصبح ضرورة حتمية، خصوصا بعد 20 سنة من هذا الإخفاق السياسي الذريع للعملية السياسية. ولكن من المؤهل للقيام بهذا التغيير، وكيف يمكن أيضا دحض هذه الفرية أو التخويف بأنه أي تغيير سيحصل لاقتتال داخلي وفوضى في العراق؟ بالتأكيد للأسف الشديد التغيير رغم أنه ضرورة قصوى وطنية ودولية، للأسف الشديد ليس في العراق داخل العراق جهة معينة قادرة على إحداث التغيير اللازم لأسباب كثيرة، أن القوى الوطنية مطاردة متابعة فيها ومخترقة أحيانا ويعلوها الخلافات البينية. الطرف الأكثر فعالية في ذلك بالتأكيد أمريكا، ولكن واقع الحال التخويف هو آتي من أن مصالح جماعات متسلطة لديها سلاح قد تخسرها، وبالتالي لا تتوانى من استخدام القوة العسكرية، لأن الخلاف في العراق هو أمريكي إيراني، وبالتالي ميليشيات إيرانية ستحمل السلاح حتما للدفاع عن مصالحها وعن إيران، وبالتالي يصبح هناك اقتتال داخلي بيني. أنا أعتقد التغيير سيأتي من الخارج عن طريق أضعاف القدرات الإيرانية واستسلامها للإرادة الأمريكية بشكل أو بآخر، وبالتالي تضعف الفصائل المسلحة في الداخل، وبضعف الفصائل المسلحة في الداخل وتغيير العملية السياسية تغييرا صحيحا جوهريا يكون هناك تغيير، من دونه لا أعتقد يكون هناك تغيير جاد. ودور ثوار تشرين أيضا موجود بهذا التفاهم؟ نعم أساسية، ولكن ثوار تشرين كما معروف المضطهدين ومتابعين من الفصائل المسلحة التي تقاتل، وثوار تشرين لا يملكون السلاح، لذلك يخشون من بطش هذه المجاميع. دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية من بغداد، شكرا جزيلا لك. أيضا أستاذ كاظم ياور من أربيل الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.